مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع قلوب مصريه. قلوب مصريه النهارده نفكر بعضينا بكورونا. كورونا ده اكيد مش هننساه لانه هيتعايش معانا زي الصحه العالميه ما قالت. في توجيهات من الدوله ان احنا نحمي نفسينا ونحمي اولادنا ونحمي اسرنا من الكورونا. النهارده يمكن النسبه قفزت قوي، احنا يمكن 400 حاجه و90 النهارده، 11700 الاعداد، ولسه اللي جاي ما حدش يعرف هنوصل لفين مع الكورونا. الغريب بقى والعجيب اللي احنا بنشوفه ان احنا بنشوف الناس قاعده تتابع محمد رمضان ومستنيه امتى انه هياخد طاره من اخواته وهيقتلهم امتى، ونسوا حته الكورونا. الناس لو تشوفوهم هم بيتجمعوا مستنيين المسلسل عشان يشوفوا الاحداث، والله والله ما بيهتموا بصحتهم ولا اولادهم ولا حالهم بالمسلسل واللي بيحصل في المسلسل. يا جماعه احنا بنكرر وبنقول وبنعيد وخلاص صوتنا راح، يا ريت نحافظ على بعض شويه، يا ريت نحافظ. انا شايف في كمان هنتكلم عن قريه طمو. طمو احنا كنا اتكلمنا امبارح عن الاهمال في قرى محافظه الجيزه. يعني انا شايف في حاله اهيت يمكن هتشوفوها على الشاشه قدامكم، راجل عايش في غرفه عايمه ميه. طيب الراجل هو عاوز يحارب الكورونا، طيب هيحاربها ازاي؟ هيخرج ازاي لما هو بيدخل في شبرين ميه، عايم في شبرين ميه؟ رساله بوجهها للسيد محافظ الجيزه وللاجهزه التنفيذيه الموجوده، يا جماعه ده يرضي مين؟ يعني احنا بنقول لو ده يرضيكم يبقى احنا خلاص احنا سمعا وطاعه، لكن انا لا هيرضي ده المحافظ ولا هيرضي السيد رئيس الجمهوريه ان الناس اللي عايشه في الارياف يكون الاهمال الجسيم بالطريقه دي. نظره للسيد محافظ الجيزه والاجهزه التنفيذيه الموجوده رفقا بالغلابه. الغلابه اللي هي عايشه في الكفور وفي النجوع عايزه تعيش بالعافيه، يعني الناس دي عايزه تعيش، عايزه الستر، عايزه بس وجبه، عايزه يستروا ويكملوا يومهم. لا عايزين قصور ولا عايزين عربيات ولا عايزين اي حاجه. احنا بنناشد المسؤولين في محافظة الجيزة رفقا بالغلابة، الغلابة الموجودين في الكفور وفي النجوع وفي محافظات مصر. خلونا النهاردة نبدأ حلقتنا ونرحب بضيوفنا اللي جايين من المحافظات، مواهب مصرية، مواهب شابة ما طلعتش قبل كده، ما اشتغلتش، لكن هم شافوا عندهم القدرة ان هو ممكن يبقى حاجة وعاوز يطور الموهبة. مش عيب ان هو يطلع يقدم نفسه وان يبقى مستواه بسيط او مستواه متواضع، لكن هو محتاج حد يوجهه. خلونا نرحب بنرمين محمد من دمياط. اهلا وسهلا بك يا نرمين. اهلا بحضرتك. الاستاذ علي احمد، اهلا وسهلا بك يا استاذ علي. اهلا بحضرتك. النهارده المواهب الشابه اللي احنا شايفينها من المحافظات عندهم حس وطني، عندهم حس رومانسي، عندهم احساس، عاوزين يوصلوا رساله. خلونا نسمعهم ونساعدهم وربما نكتشف حالات ثانيه في المستقبل دي بقى لها دور. اتفضل يا استاذ علي، سامعني. هسمع حضرتك أغنية للفنان الكبير محمد فؤاد اللي هي طمني عليك. من يوم بعدك وأنا قلبي مكسور وحزين، محتار مش عارف الدنيا واخداني لفين. صعبا على قلبي فراقك، طب هعمل ايه؟ جوايا حنين علشانك، ازاي ادري؟ طمني عليك وقول فين الاقيك، مشتاق لعينيك وبموت من شوقي ليك، وازاي انا اعيش لو مش وياك؟ مش قادر انساك، ايامي بقت من غيرك مليها الويل، بتعذب كل ما يجي عليا الليل، وبروح على صورتك اخدها في حضني وانام، اهي حاجه وبتصبرني على الأيام. دايما روحك حواليا
وفي كل مكان بتهون يا ما عليا سنين حرمان. طمنا عليك وقول فينا لقيك، مشتاق عليك وبموت من شوق ليك. وازاي انا اعيش لو مش وياك، مش قادر انساك. الله عليك. اللي عاوزينك تكلمنا عن انت بدأت الهواية دي ازاي؟ والله حضرتك، هو الهواية دي اكتشفتها بمجرد الصدفة. طبعا دي حاجة مستحيل الواحد يصدقها. طب احنا معانا المداخلات بدأت سريعا. احنا معانا مداخلة النهاردة الأستاذ محمود عيسى. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمود. أهلا فندم محمود بيه. ازاي حضرتك؟ ربنا يعزك فندم، ربنا. احنا معانا منظر بشع ومنظر مؤسف ومنظر محدش يرضاه، اللي هو منظر اللي شفناه في قرية طموه والمية الجوفية وهي مالية الغرفة اللي الراجل عايش فيها. انت شايف الموقف ده ازاي، والاجهزه بتشتغل ازاي في الحوامديه وفي محافظات مصر؟ والله يا محمود بيه، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا في البدايه طبعا بنشكر قناه الصحه والجمال، وبنشكر حضرتك كاعلامي قدير انك بتثير مشكله كبيره زي كده. دي حقيقه ماساه بيعاني منها اهل طموه، قريه فيها الاف مؤلفه وتعوم على مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية. وبصراحة يعني الأجهزة التنفيذية ما بتاخدش أي أكشن. مشروع الصرف الصحي كمان ماشي بشكل بطيء جدا. يعني قرية طمو فيها مشاكل كتيرة كتيرة كتيرة، من ضمنها مشكلة واحدة اللي هي مشكلة المياه الجوفية ومشكلة الصرف الصحي اللي هي موجود فيها. دور الأجهزة التنفيذية قد يكون معدوم في الكرة دي. الناس ديت يعني محتاجة نظرة عطف ونظرة رضا ونظرة يعني استعطاف من السيد أحمد راشد. وإحنا عارفين إن الراجل ده بالجهاز التنفيذي بتاعه وبالقوة اللي بتشغل معاه الأستاذ أيمن عتريس وسيد نائب المحافظ، ناس بنحس إن هم ليهم نشاط كبير قوي، ولكن في ممكن نقول في شمال الجيزة أو في يا أستاذ محمود، خليني أقطع حضرتك وأسألك، اللجان الشعبيه كانت شغاله افضل ولا دلوقتي النظام اللي شغال في القريه افضل؟ لا والله العظيم، احنا لما حضرتك بنقارن بين 2010 او فتره 2010 ما بعد الثوره ودلوقتي، لو حضرتك اتكلمت على اللجان الشعبيه، اللجان الشعبيه كانت ماسكه اجهزه معينه وكانت بتحقق فيها انجازات بشكل رهيب جدا. يعني على سبيل المثال انا اقول لحضرتك على تجربه، احنا كنا قائمين بقى في مدينه الحومديه، احنا كنا بنراقب حته المخازن وحته التعليم وحته الصحه. ويعني على سبيل المثال عبرت الحوامديه كانت بتدخل في اليوم قبل الثوره في حدود 1500 جنيه 2000 جنيه، مسكتها اللجان الشعبيه كان دخلها في اليوم ما بين ال 10 وال 20 الف جنيه. وكان موجود معانا راجل في رئيس مدينه الحوامديه اسمه ايمن عتريس. الراجل ده بصراحه شهاده حق تقال في 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 حقه. ايمن عتريس وجهين لعمله واحده. طب انا عايز حضرتك رساله توجهها للساده النواب في الحوامديه، اللي احنا شايفين كل حد بيشتغل في اتجاه. نعم. فعاوزين نشوف الكلمه بالنيابه عن اهالي قريه طموط توجهها للساده النواب بخصوص المياه الجوفيه اللي مالية البيوت والجوامع دي. والله حضرتك احنا لو اتكلمنا للساده النواب هنقول لهم رفقا باهالي طموه، لانه قريه طموه من القرى الكبيره واللي تعتبر بعد مركز ابو النمرس على طول، واللي ليه حقوق على النواب سواء المستشار عصام ادريس او سواء الدكتور ابراهيم حموده او سواء الاستاذ جمال عقبي. بصراحه الخدمات هناك تكاد تكون منعدمه. انا عايز اقول لحضرتك ان حته المياه الجوفيه النهارده لما بتمشي في طموه في مشاكل كتيره جدا غير المياه الجوفيه وغير الاحلام المواطن البسيطه اللي هو عايز يعيش. بس المواطن عايز يعيش. طموه دي يا سيدي الفاضل ما فيهاش الا شارع واحد، قريه طويله عريضه فيها مئات الالاف من السكان. طب ما فيهاش الا شارع واحد. احنا عاوزين ناخد يا استاذ محمود، احنا عاوزين ناخد من حضرتك وعد يكون موجود معانا في الاستوديو، واحنا الكاميرا بتاعتنا هتنزل تصور طموه ونعرض المشاكل الحياتيه ديت على الهواء ونخاطب المحافظ نفسه والجهاز التنفيذي. يا بيه ده شرف لينا، وانا بكرر شكري لقناه الصحه والجمال
انها اثارت موضوع زي كده ونقطه زي كده، لانها بتمثل حياه المواطن البسيط اللي هو بيمثل 95% من القطاع العريض للشعب المصري. لازم القنوات اللي زي حضراتكم كده، وانا من على المنصه بتاعت حضرتك برفع القبعه لبرنامج حضرتك وقناه الصحه والجمال، انها بتثير مشاكل اللي هي تمس المواطن البسيط الضعيف، اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما ينادي بان الدوله واجهزه الدوله لازم تقف خلف الراجل ده، مش تقف خلف الناس اللي هم مش محتاجين حاجه. المواطن البسيط هو اللي محتاج دعم، محتاج رعايه. انا بناشد من المنصه من عند حضرتك السيد احمد راشد محافظ الجيزه والساده الجهاز التنفيذي لمحافظه الجيزه، رفقا باهالي قريه طموه ورفقا ببحور المياه الجوفيه التي تعيش عليها قريه طموه. انا بشكرك حضرتك جدا. انا بشكرك يا محمود بيه المدير التنفيذي لمستشفى دار الطب، بشكرك جزيلا. وخلونا نكمل لقاءاتنا النهارده مع الاستاذه نرمين، ونتكلم عن الموهبه دي ازاي بدات معاها وازاي اكتشفت ان عندها موهبه في الغناء. من وانا صغيره. اه. بس طبعا كل اللي حواليا رافضين. ليه؟ حرام وغلط وما ينفعش، الناس هم شايفين كده. بس انا يعني شايفين يبقى عندك مثلا موهبه وانك انت تغني حتى في البيت، شايفين انها حرام يعني؟ لا يعني انا عندي اخويا قال لي عايزه تغني غني في البيت، لكن تلفزيون واذاعه وكلام من ده لا. بس انا عايزه اقول لك حاجه، والله بما انك قلت لي انك صوتك حلو قوي يا نرمين في يوم من الايام ودايما مشجعني، بس رافض سيبني. طب ما تيجي نسمع نرمين كده. يلا نسمع نرمين. سمعك الاغنيه اللي انا مؤلفاها بعد وفاه بابا؟ مفيش مشكله. جبت القلم وقعدت افكر هكتب ايه، لقيتني بكتب عن حياتي جملتين، طول الطريق ماشيه لحالي، لا اهلي ولا احباب دارين بحالي، في وجود ابويا الكل كان يسالني مالي، ولما راح راح معاه عزيز وغالي. احكي لكم على اللي فيا ولا كفايه وخلاص؟ انا عشت انا الضحيه في وسط كل الناس، حياتي دي عباره عن تفكير وبس، هقول لمين ومين يا ناس بيا يحس؟ هفضل على امل اني في يوم اخف، انا مش مريضه بس التفكير يشل، ومين يا ناس نزل مكاني دمع عيون، ومين يا ناس دخل حياتي وشال هموم؟ انا نفسي افهم ليه انا دايما كده، هفضل يا دنيا وسط ناس متمكنه، عايشين حياتهم وحياتنا متعذبه، عملت تنازل عن حياتي وهفكرك بقى يوم مماتي، ان كان الموت رحيم وقفل قلمه وقال كفايه اوي كده، خلصت حبري في جملتين حرام كتير بكل ده، متشكره قوي يا قلم على الكتابه، خلاص يا مخرج اخرج انت وقول نهايه، وقول نهايه. ده عظيم جدا يعني. انت مكسوفه؟ مكسوفه انك تتكلمي ومكسوفه انك تطلعي وتقولي، وما شاء الله اداء كويس. وما توه يعني انا مش مصدق انك انت ما بتتمرنيش او انك انت في حد بيتابع معاك الموهبه دي. لا لا ما فيش تمرين والله، وما فيش الكلمات تمرين. دي كلمات مين؟ كلماتي ولحني وكله يعني. بعد واضح ان عندك تجربه صعبه جدا. طب احنا معانا العمده عبد الله تركي، اهلا وسهلا بك حضره العمده. اهلا اهلا وسهلا يا محمود بيه، ازي حضرتك؟ الله يديك الصحة مع الباشا، الله يخليك. كل سنة وحضرتك بخير. وأنت بالصحة والسلامة يا سيدي، والبرنامج كله بخير إن شاء الله. إحنا بنتكلم عن كورونا وعن ارتفاع النسب في قرى البدرشين وتحديدا قرية العزيزية، وإن السوق ما زال موجود، وإن محتاج إن إحنا
تدخل من الاجهزه التنفيذيه ان هي تساعد عشان البلد تظبط شويه. مع سعادتك مع الباشا ربنا يرفع عنا البلاء وعن جميع المسلمين ان شاء الله. واحنا حاليا بنستعد ان شاء الله ان احنا هنلغي السودا خالص من على المنطقه دي داي. بس هو يعني فرصه ثلاث اربع ايام اللي باقيين كل سنه طيب في شهر رمضان ونخلص من الموضوع ده باذن الله ان شاء الله. طب احنا كنا شايفين حضرتك في شركه نظافه نزلت وكان في تعاقدات وكانوا مجتمعين مع حضرتك عشان يقوموا بقصه النظافه ومبالغ رمزيه. انت شايف العمليه دي ازاي يا سياده ان شاء الله يا سعاده الباشا في شركه نظافه موجوده جت هنا وقعدنا معاهم واتقابلت معاهم انا والاستاذ محمد سعد والناس هيقوموا بالموضوع كله على قريه العزيه رش ونظافه وشيل المخلفات باشتراك رمزي شهري 30 جنيه. انا شايف ان الشباب كله ملتف حول حضره العمده وباعتبارك رمز الامن والامان في قريه العزيزيه. الله يكرمك. ومن يمكن من اول العمد اللي في المحافظه. ويعني بنقول ان حضرتك معلش عليك عبء جامد في التوجيه وكلمه بتقولها للشباب واحنا شايفين الدنيا بتهيص دلوقتي. احنا بنقول للشباب كله يساعد معانا في الخير ان شاء الله. اي شاب بيسعى لمصلحه البلد احنا معاه للمصلحه العامه للبلد. ونقف معاه ونساعده بكل امكانياتنا طالما ان الموضوع للصالح العام لقريه العزيزيه. احنا كان عندنا في فيديو لمصرف ستة محيط والموضوع القمامه الموجوده في قريه العزيزيه يمكن بنعرضه دلوقتي على الشاشه. ايوه يا باشا. انت شوف حضرتك ايه الرساله اللي ممكن نوجهها للسيد المحافظ والاجهزه عشان يساعدوا قريه العزيزيه اقدم قريه في التاريخ. ان شاء الله باذن الله بالاتفاق مع السيد اللواء مع محمد كمال بارون رئيس مجلس نيابه البراشين بتوجيه كل المعدات لشيل لنظافه مصرف ستة المحيط بالذات لان المصرف ده بالذات عليه حمل جامد. عليه تحميل جامد وفعل فعل من اسبوع عملوا فيه نظافه بس لسه ما كملش هيكمل ان شاء الله في خلال ايام استاذ محمود باذن الله ان شاء الله. احنا بنشكر معاليك وبنقول لك كل سنه وحضرتك بخير ومجهود جامد وربنا يعينك ويقويك. خلونا نكمل لقائنا النهارده مع المواهب. احنا بصراحه نرمين فاجئتنا بالمستوى. انا يمكن قبل الهوا ما تخيلتش ان هي بنفس المستوى وهي مكسوفه ومش عاوزه تادي ولا حاجه كويسه جدا. نكمل مع الاستاذ علي ونشوف هيقدم لنا ايه تاني وازاي تفجرت عندك الموهبه ديت وبتساعد نفسك ازاي. والله هو الموهبه دي اكتشفتها في يوم من الايام من حوالي سنتين تقريبا. كان كل ما مثلا اسمع ام كلثوم او عبد الحليم طبعا. بس انا شايف ادائك مقرب شويه لمحمد فؤاد يعني شايف انك انت لا هو فعلا ناس كتير قالت لي كده بس انا عشان بحب صوته نبره صوته بتلمس القلب. طب ما تدينا حاجه تلمس القلب كده نسمع محمد فؤاد. اقول لحضرتك انا لو تفتكر اغنيه غاوي حب اللي هي بتقول حيرة في حيرة وأيام طويلة بصبر عيني اللي دايبة في هواك صوتي خاصمني ورافض يغني غير لما ترجع ويبقى معاك شايف حبيبي في بعدك بيجرالي ايه شايف حبيبي بدوق العذاب قد ايه قولي ايه حبيبي يا حلم انا عشت عمري بستنى واتمنى الفرق عليا الصعب وازاي الدار شوقي وانا اعمل ايه لو اغمض عيني واصحى لاقيك هنا في البعد نهاية انت بقالك سنة يلا تعالى انا قلبي يتعب كده انت فين. الله عليك ما شاء الله يا ربنا يكرمك كده وتلاقي حد يكون بيتابعنا النهارده ويتبنى المواهب ديت ويساعد ان احنا نشوف. يا رب ما انا لسه بقول انت فين. ان شاء الله باذن الله. يلا نسمع بقى من نرمين. بصراحة أنت أسعدتينا في ال أنا بجد فرحانة بوجودي معاكم هنا والله. لا فرحنا بقى بحاجة تانية عشان داخلين على العيد وبلاش الحاجات اللي الحاجات النكد اللي هي تسيرنا دي كفاية الكورونا اللي احنا عايشينها. يلا. لا هو كل اللي عندي نكد.
أغني جابوا سيرته الأصالة، حاجة بسيطة كده. ماشي. جابوا سيرته في وسط موضة، قلت أسمع، قلت يمكن أحن تاني ويمكن أرجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت أركز. قالوا عايش عادي، قالوا كلامي نرفز، سمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها، بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها، حاولت اتوه في الكلام على قد ما اقدر، مش عايزة اسمع حاجة عنه وعنها، كان نفسي اهرب من كلامهم، خفت امشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا، واخاف لا ضعف يبان في عيني، يا ارض انشقي وبلعيني قبل ما يبان اللي فيا. انا عاوز اسمع حاجه تاني في دقيقه قبل ما نختم. يلا دي اغنيه الختام بتاعت الحلقه. طيب كده يعني لا ممكن اختار لها الاغنيه دي بمناسبه ان اصاله الصوت لايق عليها، بسم الله ما شاء الله. حابب اسمع منك لو ما رجعتش. طب احنا عاوزين حاجه يا حفظه. احنا بص يمكن الوقت بتاعنا بيعدي سريعا، احنا هنسيب نرمين تختم البرنامج. انا بحييك على وجودك معايا، بشكرك، بشكرك على وجودك، ونسمع حاجه نختم بيها الحلقه. واحنا اكيد لقاءاتنا متعدده، وان شاء الله في مواهب تانية، وان شاء الله انتظرونا في حلقه العيد، ومواهب كتيره جايه من مصر من المحافظات هتسعدكم وتسعدنا، واحنا بنحارب كورونا بنحاربها بالحاله النفسيه اللي كلنا بنتمنى ان هي ترتفع شويه، ودايما وابدا بنقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يلا يا استاذه نرمين نختم معاك. وليه ممنوع أبين خوفي قدامه وداري دموع، هبن أجمد وكابر ليه وهكسب إيه، هيمشي خلاص ومش راجع، بقاله كتير بيتحمل أسى عليه، بموت جوايا وببكي على حالي، وأحزاني اللي جايالي خلاص ضيعته من إيدي، ووقت القسوة كان مالي، ونزل دموعي سألاني هيتعوض بي من تاني، هموت لو راح ولا سامع ولا راضي، وأقول له هموتي قول عادي، وبيحسسني بذنوبي وبيفكرني بالماضي، ولو يديني فرصة كمان هيرجع قلبي زي زمان، قولوا له سماح. أنا بحييك وبشكرك. أنا بصراحة مش عاوز الوقت يعدي، لكن أشوفكم على خير.